حوالي 703 ألف حالة انتحار سنوياً في العالم. لازم يكون الألم النفسي والجسدي تعدى المراحل أو مريت بتجارب مريرة كتير جداً. كل هدول المرضى مفروض يتحولوا على عيادة الطب النفسي. فخلاص أنا شايف الانتحار هو مخرج. فلانة انتحرت والممثلة الفلانية حاولت تنتحر والنجمة الفلانية. المراهقين بالذات أكتر فئة ممكن تتأثر بده. كل حالات الانتحار الشرطة بتتواجد بالقسم الطوارئ والمستشفى. إن الوصمة بتاعت الانتحار خلته ما يعرفش يتكلم لما كان في بداية الموضوع كان لسه فكرة. دكتور شو يأتيكم في الأوقات التالية.